إقام، قومي بقى، انتي مش مسافرة 1000 سنة عشان تنامي هنا. قومي قومي بقى. انتي لو كنتي سافرتي 1000 سنة دي وجربتي اللي احنا جربناه، كنتي عرفتي ان احنا لا كنا بننام ولا بنقوم. ايوه، ايه بقى اللي جاه؟ طب هقولك، بس انا عايزة البتاع اللي شربتيهولي بتاع امبارح ده. شاي؟ عايزة شاي؟ اه شاي. طب كملي. طب صلي على النبي. بعد ما قال الحاكم بأمر الله خطبته للناس كلها، اتحيروا في أمره حتى حشيته، وزادت حيرة الناس في أمره لما بدأ ينزل وسطهم ليل ونهار، نلاقيه ماشي بحمار، وخصوصا بالليل ينزل بالحمار يلف في المحروسة كلها. إقام، ادخلي في الموضوع على طول. ايه اللي حصل؟ عمل ايه الحاكم بأمر الله؟ قفل مصانع الهدوم الخاصة بالقصر، يعني ما بقاش في قماش مخصوص للقصر ولا لأهله، لا للكبار ولا للصغيرين، ولا للرجال الدولة المهمين، ولا ليه هو نفسه. رفض عيشته وعيشة أهله، عيشة جده وأبوه، حرر معظم العبيد والجواري والخدم، ما بقاش فيه ريش نعام ينام عليه وحرير يلبسه. عارفة، كان بيلبس جلابية صوف خشنة ويمشي بيها، حتى كنت فاكراه بيغيرها كل يوم. سعد قال لي مش بتتغير غير لما بتدوب عليه، حتى رجله كان يلبس فيها جزمة حديد، تخيلي، وجلابية بيضة وعمامة سودة، تخيلي كل ده كل ده، وتخلى عن عيشة أهله. حتى الموكب كان بسيط، وبالليل كان يمشي لوحده مع الحمار، وساعاته الصبح كانت حاجة غريبة جدا مرت علينا عمرنا ما شفناها. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ كلب، صوت كلب، ده كلب في الشارع، ما تتخضيش. طب اشوفه والنبي، هما رجعوا تاني؟ رجعوا امتى؟ رجعوا؟ رجعوا منين؟ من الغربة. انتي ما تعرفيش ان الحاكم بأمر الله منع الكلاب؟ ايه؟ ازاي؟ وليه؟ في يوم من الايام نزل الحاكم بأمر الله بحماره يلف في المحروسة بالليل عشان يتابع حياة الناس ويشوف المظالم، ويومها فضل كلبين يلف وراه، مطرح ما يروح يروحوا معاه، وهاتك يا نباح الكلب بقى ما اقولكيش، ومش راضين يسكتوا. وفضل الحاكم بأمر الله ماشي قرفان وزهقان ومش طايق نفسه، وقال وهو ماشي آخر يوم هتسمع فيه القاهرة صوت للكلاب النهاردة. ايه هو قال كده؟ طب هاو بعدين؟ ابدا. صحينا الصبح وتوزع علينا منشور ان الحاكم بأمر الله قرر انه يقتل كل الكلاب لانها بتعطل سير الحياة، ولانها عطلته بالليل وهو بيمارس مهامه الرسمية كحاكم للدولة، واصواتهم مزعجة ليه جدا جدا، وان لازم الشعب يساعد الحراس في القبض على الكلاب وقتلهم، وما سابش ولا كلب في المحروسة كلها غير كام كلب للحراسة وسط حشيته بس. ومن يومها واحنا ما سمعناش صوت كلب واحد يوحد ربنا. يا حام، صعب عليا الكلاب. هو الكلاب وبس؟ ياه، ده احنا لسه ياما هنقول. وايه كمان يا كوكو؟ كملي، منع ايه تاني؟ قتل الخنازير ومنع بيعها والتجارة فيها وتربيتها، وعمل عقوبة لأي حد هيخالف القوانين دي، وما بقيناش نشوف الخنازير خالص ولا حتى بالصدفة في الشارع. ليه؟ ليه كده؟ ها؟ أهو بقى شافهم بيضروا البيئة وشكلهم وحش، ومحدش يقدر يقول لأ ولا يعترض ولا يرفض. إقام،
إقام، يا إقام، يخرب بيت النوم اللي بتناميه يا إقام.